ما هو الحلول اللي موجوده لينا اليوم؟ هي اختي نديرو كاب كيك للوليدات وكيجي شيك وزوين لعيد الميلاد وكل شيء. كنضرب واحد جبيضات ومع 70 غرام سنيده. جوج بيضات 70 غرام سنيده 125 غرام ديال الطحين 125 غرام طحين مليحه ملح 80 غرام زبده بوماد 80 غرام زبده بوماد ما ندوبوهاش 75 غرام ديال الشكلاط ندوبوه الشكلاط اللي دايب 70 غرام ديال الشكلاط دايب و 60 ملتر ديال الحليب هي 6 سنتيلتر خرا قلنا رده اولا الكاس الكاس راه كتبغى غير 260 ريال زوين 6 سنتيلتر 60 مليلتر و 6 سنتيلتر كتجي ونص خمارة عاودي لينا عافاك هادي جوج بيضات لا عاودي لينا عام 75 غرام ديال الشوكولاتة دايب 70 60 مليلتر ديال الحليب ونص خمارة ونص خمارة حيت هما راه كيتنفخوا بزاف اييه صافي كنخلطوهم ونديروهم في الكيسات دوك ديال المادلين اييه والكيسات نخشيو موس ديال لي كاب كيك دوك العالين ملونين نشوفو على حساب حنا واش بغيناهم لعيد ميلاد ولا غيرينا للدار ولا ناخدو هاداك الغلاف يكون زوين ونديرو وسطو الكاس اللي غنديرو فيه الحلوة ونخوو فيهم بورت كلاص ولا ب غير ميكان ونبوشيهم يعني السيدة باش ما بغات الفرن العافية مثلا كيتنفخو بدا يصفرو من الجناب نحمرو من الفوق ونحطوهم وحنا قبل بنهار نكونو وجدنا واحد 150 غرام ديال الزبدة 150 غرام ديال الزبدة نضربو 200 سكر كلاص حنا نضربو تقريبا حتى لشي نص ساعة لحدنا حنا كنضربو هاديك الزبدة والسكر والزبدة كتخفف وكتطلع باش من جينا ناكلوها ما تغلبناش فمنا ما تعجبناش هادي لا كريم ديال الزبده وكنزيدو على 200 الشكلاط دايب كحل الممتاز يعني الوليدات ياخذوا الزوين 200 غرام ما غاتجيهمش غاليه ونزيدو نبقاو نضربو ونخليوها تبرد ونخرجوا دوك البوقات يعني كيخرجوا نيشان الورادي وكيخرجوا نيشان الشبكه يعني كلشي ما عندهاش دي في البوش اللي عنده السنينات بزاف ونديروا واحد الدوره كبيره ومنفوخه ونزوقها بلي بايت ونحطوها في هذا يعني كتجي زوينه على حسب كما قلتي لي تم نختاروا هذوك الالوان ونختاروا هذوك اللي غادي نوضعوا فيهم سيدي حاجه بسيطه هي دي واحد الحاجه زوينه وهي ما بقاتش الفلوس صحيح بقات في عقليه الانسان وكيفاش يعرف ينسق نعم نعم لاله فاطمه تبارك الله عليك وشكرا لك هذه واحد الفشوه ديال الحلوه زوينه تغدى ان شاء الله معنا